اليوم الهلال هذه المباراة عن طريق هذا مستحيل البداية، يا لها من بداية كانت عن طريق الرقيب. الرقيب يعلق نجمة وثنتين وثلاثة، لا 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 يا السبج، لا يا السبج، يا لها من بداية. بدأ الكلاسيكو قبل أن يبدأ عن طريق السبج، عن طريق هذا لاعب، هذا مبرقيب، هذا نقيب، هذا مقدم، هذا برتبة أعلى، برتبة أعلى. يا للسبج ويا للبداية، دقيقة واحدة فقط، أسرع وهداف الكلاسيكو على الإطلاق. إنهم يبدأون قبل أن نقول شيئاً. شوف سبت والتحرك، ما كان متسلل. شوف البداية، انظر إلى الصربي، انظر إلى التقدم. مهاجم وهبي يسمع، يضع الكرة 1-0 عن طريق هذا الرقيب. يا سلام على البداية، يا سلام على التمريرة، يا سلام على هذه اللحظات التي تبدأ من خلالها هذه القمة بدون مقدمات، بدون مقبلات. الهلال 1 عن طريق السفج، عن طريق ومتواصل إلى وجود ركلة جزاء. ماذا إذا كان إدوارد؟ روح مكانك، ركلة الجزاء. الكلاسيكو ستقدم سالم الدوسري، ستقدم سالم الدوسري. الشيك فار انتهى، لكنه يتركها لمتروفيتش، يقول تقدم لها أنت يا مترو، تقدم لها أنت يا مترو. من ركلة الجزاء الذي يريد أن ينافس على لقب هداف في بطولة الدوري بعد احتجاجات كانت من لاعبي نادي الأهلي يصادقون على ركلة الجزاء. الآن طاقم تحكيم هذه المباراة متروفيتش، سيتذكرون قفازك إن عاد الأهلي، سيتذكرون هذه اللحظة. يا لللقطة، يا للعبة، الركلة التي أثارت جدلا، والتصدي الذي أخرج بطلا من جانب النادي الأهلي هنا، والذي يتواجد. نعم العودة للمكان الطبيعي، لكن العرضية راسية. الله، هل تعاقد الهلال مع الهداف أم تعاقدوا مع الأهداف؟ مع الأهداف نفسها، مجانين، وجاهم المجنون، وجاهم المجنون، هذا المجنون. من ركلة جزاء تضيع، لكن في الهواء ما تضيع، في الهواء ما تضيع، ما تضيع فرصة وراها متروفيتش. 2-0، لن ننسى العرضية يا سعود، من جدك انساها. العرضية تقول له سجلني. 2-0، الهلال مرة أخرى بموج يرتفع. متروفيتش يزعلهم 10 دقائق بس، 10 دقائق بس، لكن هناك تشيك فار بالنسبة لك يا متروفيتش. الآن في هذه اللقطة انظر إلى المدرجات التي تحتفل، شوف اللقطة، شوف اللعبة العلوية. يا للعرضية يا سعود، على العرضية كلام كبير. شوف الرأسية، شوف متروفيتش، شوف الهداف الذي يسجل بدون توقف. شوف الكرة الرأسية من جانب مترو، هدف ثاني في القمة للهلال. هذه الكرة تضيع من ركلة جزاء، لكن هذه ما تضيع، يزعلهم ويرضي. يريد أن يصوب، عنده هدف يريد تحقيقه. رياض استلم في المساحة، رياض مرة جابري فيجا، ولكن البلاهي تعود إلى محرز، صوب ماكسيمان. الله، الرجل الأخضر ذا جرين مان، 97 في الكلاسيكو، رقم 97. أنا ما أقول لكم بأن لديه هدف يريد تحقيقه من المباراة وبدايتها، وهو يقول ذلك. إنه يسجل الآن مع الأهلي، سجل الأجمل والآن يسجل الأغلى. 2-1، وقف الأهلي على قدم واحدة، لأنه ماكسيمان، لأنه 97، لأنه الذي يحركهم. هذه اللقطة اصطدمت في السعود وتحرى، تغير اتجاهه. الأهلي يقف عن طريق الرجل الأخضر،
في الموقف الصعب، إنه ماكسيمان 2-1 يطلب منهم الوقوف، يطلب منهم عدم الهدوم. الكلاسيكو ليس لجانب واحد، لحظات جنون في المباراة، جنون في المباراة. شوفوا التحولات، شوفوا هنا رياض محرز وقف، رياض محرز عدى، رياض محرز بالحل الفردي، مستحيل يا رباه. الهدف الأجمل لم يأتي يا رياض، كاد أن يحولها من قمة الرياض إلى قمة رياض. شوف شوف حتى من 1-2-3 رياض محرز، هل أخذت الراية من ماكسيمان؟ هل تريد الآن أن تلعب الدورة بنفسك؟ إشارة الأول نادي الأهلي، شوف المدحب، شوف الزيادة، شوف محاولة مفتاحة، الرجل الأخضر، الله يا ماكسيمان يا ماكسيمان، هل تحرك المرمى؟ شوف الكرة كيف ضاعت، تسوي الصعب. ماكسيمان عرضها، من سيقابل؟ فقط 4 انتصارات للأهلي في دوري المحترفين، يفكر في العرضية، في العرضية، متابعة. 4 أهداف رأسية سجلها النادي الأهلي في هذا الموسم، وواحد منها كان لإيبانيز أمام الوحدة، وهذه الكرة اللي طالت من رياض وتحولت إلى خارج. من جانب مجرشي ليست لأحد، سعود أقرأ مدربين انتقال بعض اللاعبين، رشوف استلم وراح، لكن هي في مكان الآن الرأسية ليست لأحد. كرة صواب ماكسيمان، الله الرجل الأخضر، The Green Man، 97 في الكلاسيكو، رقم 97. أنا ما أقول لكم بأن لديه هدف يريد تحقيقه من المباراة وبدايتها، وهو يقول ذلك، إنه يسجل الآن مع الأهلي، سجل الأجمل والآن يسجل الأغلى. 2-1، وقف الأهلي على قدم واحدة لأنه مكان سالم، استلم سالم بالكعب، ولكن النتيجة في لقاءات سابقة وفي مباريات سابقة، سالم والمساحة، سالم عرض، لكن يتقدم صواب، مستحيل. هذه في المرمى، هذه مفروض 2-2. اللي غير في المعادلة مين؟ اللي غير في حسابات مين؟ كان لا يخطئها، لماذا اليوم؟ فاز، شوف التمريرات، الكرات العالية لكن ممتازة، لكن بالخطأ من جانب فيجا. أهلاوية، كيف سيتصرف عبد الباسط؟ عدى رياض محرز بالحل الفردي، مستحيل يا رباه. الهدف الأجمل لم يأتي يا رياض، كاد أن يحولها من قمة الرياض إلى قمة رياض. شوف شوف حتى من 1-2-3 كنت فيها أحد أبطال هذا الكلاسيكو. سبت يقف، سبت يقف، الحكم قريب، الخطأ قريب، الهلال قريب، عن طريق هذا الرقيب، هذا الرقيب، هذا النقيب، هذا المقدم، عملية مداهمة أخرى، عملية مالكم وسفج، يتقدم سفج، الله تحركت الشباك والقلوب، ولكن من الخارج يا سفج. شوف ال22، شوف الأهلي والكرة بتتحول من جديد.